المواجهة الآن هنا بين سلطان محمد الكعبي بالبدلة البيضاء وبالبدلة السوداء سيف المنصوري. سلطان الكعبي ممثل نادي العين، سيف المنصوري ممثل كوماندو جروب، وسيطرة هنا من سيف في هذه الوضعية، سيطرة جانبية للاعبين المميزين أيضا سيف المنصوري على مستوى البطولات، شاهدناه هو وإخوانه في عدة مناسبات. هذه مواجهة في نصف نهائي وزن تحت 72 كيلوغرام، تحكم الجانبي، وضعية مسيطرة لسيف المنصوري. حاول للبحث أعتقد عن الاعتلاء من هذه الوضعية أيضا. بالفعل يبحث عن الاعتلاء، يعني يحاول أن ينزل رجل سلطان اليسرى من أجل الحصول على حركة أخرى، ولكن هنا محاولة أخرى، ربما عنده حركات عديدة ممكن يستخدمها سيف جاسم المنصوري في هذه الوضعية، منها حركات استسلام، لكن حاليا يبحث عن التثبيت سلطان في محاولة أيضا خروج من هذه الوضعية. يجب إعادته إلى الاحتجاز، لكن يجد صعوبة في إعادة سيف إلى الاحتجاز، خاصة أن سيف ممسك ببنطلونه بهذه الطريقة لمنع من إعادته إلى وضعية الاحتجاز. يعني شوفوا تحكم جانبي صراحة من سيف، رغم أن هناك إشارة المماطلة، لكن على طول يعني أجبر الحكم على إلغائها بسبب تحركه. يعني هي سيطرة على مستوى الوضعيات، يعني بوزيشنال دومينانس يسمونه بالنسبة لسيف المنصوري. هنا حلوة، استطاع أن يسيطر على الظهر بشكل جميل، ومحاولة لإنهاء هذا النزال بالاستسلام. شوف بمجرد أن لجأ إلى الظهر وسيطر على الظهر أنهى هذا النزال بالاستسلام، وكأنه كان ينتظر الوقت اللي هو يريده في إنهاء هذا النزال. بعد سيطرة كانت كاملة على مستوى الوضعيات والسيطرة الجانبية، استطاع سيف جاسم المنصوري أن ينهي هذا النزال لصالحه بالاستسلام ويتأهل إلى المباراة النهائية على حساب اللاعب العيناوي سلطان محمد الكعبي. الحساب الأبيض.